في ليلة العاشر لا بد من الحديث عن فلسطين. لا تعاقب فلسطين إذا قام صدام بتشكيل جيش القدس ليخدع الشعب العراقي، ليفصل العراق عن فلسطين. لا تخدع بصواريخ صدام على تل أبيب. تلك الصواريخ وجيش القدس حالها كحال عجل السامري، الغاية منه خداع الناس. كلما مزقونا أكثر هم ارتاحوا. عندما لا يفكر العراقي بفلسطين، إسرائيل تفرح أم تحزن؟ تفرح. إذا لم يفكر اليمني والبحريني رغم كل المعاناة التي نحملها والآهات وداعش والقتال، ولكن من باب الحسين والأمة الإسلامية يجب أن لا ننسى فلسطين. نعم، هم أرسلوا بانتحاريين فلسطينيين إلى العراق، والبعض يقول هذا انتحاري جاي يقتلني. صحيح، أيضا في العراق هناك بعثيين وإرهابيين ودواعش. فإذا كان العراق انتحاري أو داعشي، فأنت تشطب وتمحو العراق. فلسطين قضية إسلامية، فلسطين قضية مركزية في الإسلام، كما أن فلسطين هي قضية مركزية للشيطان الأكبر. إسرائيل حبيبة أمريكا، بنت أمريكا الحرام مدللة في فلسطين. فلسطين يجب أن لا تنسى. وأنا أسرد بعجالة أسماء مراجع الدين العظام الذين وقفوا مع فلسطين: السيد محسن الحكيم، السيد أبو القاسم الخوي آية الله العظمى، طبعا مع حفظ الألقاب، الإمام الخميني، الشهيد السيد محمد باقر الصدق، طبعا هذه بيانات وشعارات وكلام، الشهيد السيد محمد صادق الصدر، الشهيد السيد محمد باقر الحكيم، السيد الآن الشيخ بهجت رحمة الله عليه، وأنا مع فلسطين، وآخرها الآن المرجعان الكبيران العلويان الحسينيان سماحة السيد السيستاني وسماحة الإمام الخامنئي، أيضا في بياناتهم في خطاباتهم مع فلسطين. نعلن شرعا تأييدنا ودعمنا لانتفاضة السكاكين في فلسطين. وتشاهدون الآن في الأخبار هذا الرعب الذي يصيب اليهود، أليست فرحة للمؤمنين؟ نجد الجندي الإسرائيلي يهزم، يخاف، يرعب، شكله مرعب وهو يحمل سلاح، والشاب الفلسطيني بيده سكين وهو المنتصر. أذكر أن فلسطين هي المكان الذي يقصده إمام زماننا عند ظهوره، وينزل السيد المسيح هناك ويصلي خلف إمام زماننا. إن فلسطين والقدس هي المكان الذي يعلن فيه الإمام المهدي عليه السلام نصره النهائي في ثورته المقدسة.